اعتاد دكتور طلعت شاهين جلسته هذه منذ أكثر من 30 عاماً، كلما تصدى لترجمة رواية أجنبية جديدة إلى قراء اللغة العربية، يمزج خبرته باللغة والثقافة مع ثراء حصيلته من مفردات العربية ليعبر عن روح ما يترجمه للقراء ليستمتعوا بعمل أدبي عالمي جديد. عندما نترجم عمل لا نترجم فقط الكتاب، نحن نترجم تقريبا إبداع الشخص المؤلف. لذلك عند اختيار العمل لابد من قراءة تقريبا كل الأعمال التي كتبها المؤلف وما كتب حول هذا العمل، حتى يستطيع المترجم أن يفهمه بشكل جيد ويستطيع أن ينقله إلى اللغة العربية. حياته في إسبانيا فترة طويلة أتاحت لشاهين السبق في ترجمات كثيرة لأبرز الروايات الناطقة بالإسبانية وكتابها، لا سيما الروائي الكولومبي العالمي جابرييل غارسيا ماركيز. ورغم ما حصدته هذه الروايات من شهرة وصلت الأفاق، لم يحصد منها إلا القليل. البعض مثلا يقرأ ماركيز على اعتبار أنه يعني هو المبدع العالمي الكذا الكذا ويتجاهل المترجم، والبعض يحاول أن يستمتع بالقراءة في اللغة العربية ولا يغيب عن ذهنه المؤلف أو المترجم الذي ترجم هذا العمل المؤلف في لغة أخرى، لذلك يتوقف على القارئ نفسه. بينما يمثل المترجمون حلقة الوصل بين اللغات والثقافات المختلفة ويفتحون للقراء آفاقا جديدة للتنوير والتعلم بغير لغتهم، يظلون في أغلبهم بعيدا عن الأضواء والشهرة، يذوب نجاحهم في نجاح كتاب الروايات الأصليين. من القاهرة هاشم مناع، اليوم على الحرة.